بسم الله، هنشوف دلوقتي مشاريع معمولة بالبيم ومستحيل انها تتبني او تتعمل من غير تكنولوجيا البيم. يعني درجة التفاصيل اللي موجودة لازم تتعمل ببرامج البيم. على سبيل المثال، مثلا المشروع ده معمول استاد بسماش طائر، كمية التفاصيل اللي موجودة فيه لازم تتعمل ببرامج البيم، ما ينفعش انها تتعمل بأي برنامج اخر. والحاجات دي كلها بتصنع في المصنع وبعد كده تنقل للموقع، فما فيش قطعة زي التانية، فلازم تتعمل في مصنع بدرجة عالية من الدقة، وبحيث انها تروح تتركب على طول زي قطع البازل كده. فدي لازم تتعمل ببرامج البيم. تمام، المشروع ده برضو لوفر في ابو ظبي، ده لازم يتعمل ببرامج البيم. زي ما انت شايف كمية تفاصيل رهيبة وكمية شغل رهيب جدا، فدي ما ينفعش تعمل ببرامج أخرى وبعد كده تلاقي في مشاكل، أو تعمل وبعد كده بعد ما توصل تلاقي في حاجة تانية المفروض هتركب. فلازم الحاجات دي كلها تعمل بالبيم. ده دوحة، ده المترو بتاع الدوحة، لازم برضو كان يتعمل بالبيم عشان في درجة تفصيل كبيرة جدا، ومفيش إمكانية إن احنا ناخد فترة أطول في الشغل، على أساس إن هو مهم جدا لموضوع كأس العالم. فما ينفعش إن أنا أعمل وبعد كده المشروع يتأخر ويتعمل بعد كأس العالم بسنتين تلاتة، فمش هيبقى ليه اللازمة اللي موجودة دلوقتي. دي مدينة لوسيل بقطر، أغلب المباني اللي فيها معمولة بالبيم. ده مشروع مستحيل يتعمل من غير البيم، ده المتحف الوطني في قطر، ان شاء الله يتفتح السنة دي. فدرجة التفاصيل الرهيبة جدا، ده لازم يتعمل بتكلة، وتكلة واخدة نسبة، مش واخدة لايسنس وخلاص، لا واخدة نسبة من المشروع، لان هو فيه تفاصيل كتيرة جدا وما ينفعش ان هو يتعمل من غير البيم. ده نفس المشروع الاستات زي اللوسيل مثلا، ده سد الخور، ده سد الريان، كل الحاجات دي لازم تعمل بالبيم. ده سد الوقرة بتاع زو حديد، ده خليفة انترناشونال استاديو، ده احد الابراج، الحاجات دي كلها لازم تتعمل بالبيم. كمية التفاصيل الرهيبة وكمية ان انت عايز تعمل حاجة تكون استدامة، فبتعمل sustainability وتتأكد تعمل analysis وتتأكد ان الحاجة هتبقى صديقة للبيئة وانها مش هيبقى فيه اهدار للطاقة. ده مول في قطر، ده مشروع اشتغلت فيه، مشروع ضخم جدا وكبير جدا، لازم يتعمل بالبيم. ده مستشفى صدره من المستشفيات الكبيرة في قطر. فالمشاريع الضخمة والعملاقة لازم تتعمل بالبيم، وإلا هيكون في إهدار للوقت وللجهد، والمشروع بدل ما المفروض يخلص في 5 سنين يخلص في 15 سنة وتحصل مشاكل. فموضوع البيم ده مهم جدا جدا جدا، والدول كتيرة اتجهت ان هو تخليه إجباري على أساس تستفيد من الفوائد اللي هو بيقدمها.